وللحديث أكثر عن أهمية هذا الموضوع وتأثيره على حياتنا وشخصياتنا، خلونا نرحب بضيفنا في الاستديو الدكتور عماد محمد الشافعي، أخصائي أطفال الولادة حديثي الولادة في مستشفى NMC رويال في الشارجة، والمشرف الطبي لمركز الوداد لعلاج صعوبات النطق والتعلم. حياك الله دكتور. يا هلا مرحبا بك دكتور. في البداية دكتور، شو هو المفهوم؟ خلنا نبسط المفهوم أكثر لنا وللمشاهدين كغير متخصصين. شو هو مفهوم التلعثم أو التأتأة وصعوبات النطق؟ هو مفهومه بسيط جدا. أول ما الطفل بيبتدي يتكلم، الأم بتلاحظ إنه كلامه مش فلونت أو مش سلس زي باقي الأطفال. برئيس زي ما كان في التقرير وزي ما كان في هذه أول علامة. دي أول علامة اللي هو في البداية، أول ما يبتدي يتكلم عند سنة سنتين المفروض يقول كلمتين ثلاثة، بتبتدي تلاحظ إنه بيمد في الكلام. يعني ما فيش كلمة خارجة بطلاقة. فلو هو لسه بادي في الكلام وابتدى يعمل كده، دي لازم تراجع، لان ليها هنا يفضل دكتور انف واذن او دكتور اطفال عشان يشوف هل في خلل في التوافق العضلي العصبي للنطق. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، هل في مشكله في توافق التواصل الاجتماعي كاجتماعيا، بحيث ان هو يبتدي بيشوف مشوش، مش ما بيسمعش لغه يخجل. واحده ما بيسمعش لغه واحده، بيسمع اكثر من لغه في البيت، اكثر لهجه، اكثر من حاجه. هذا ما له علاقه بالخجل دكتور؟ لا، اللي هي علاقة بالخجل لو هو اوريدي، يعني بتكلم على عيب طبي او خلل طبي، خلل في التوافق العضلي العصبي بين اللسان وبين الحلق وبين حركة اللسان واستجابتها للعصب. لكن المشكلة الأكثر دي سهل، الدكتور بيعرفها، بنعمل مقياس سمع، بيجينا بنشوفه إنه هو خلاص ما فيش مشكلة في تكوينه في 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 وضعه التشريحي كوضع اللوز أو تضخم، بنعمل مقياس سمع بنشوف هل بيسمع كويس، لأنه لو في خلل في سمعه بيبقى في مشكلة في ترديده للكلام. هل اللي موجودين في البيت مثلا بيشوفوا إن ده عادي إنه بيتلعثم وبيتكلم كلمتين؟ فمشكلة لازم الأم تاخد بالها منها جدا، موضحها للدكتور وهو اللي يبتدي يحدد. المشكله الثانيه بقى اللي يكون بيتكلم بطلاقه وماشي كويس جدا، مثل شو بيكون بيتكلم عادي في 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 عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين وبعدين ابتدى يتلعثم. هي دي اللي زين دكتور، يعني مثل هالحاله في مرات تبدا عند الاطفال يمكن اللي يمرون بحالات نفسيه مشكله مرت عليهم، فكيف نحن نقدر نفرق بين الحالات ان هذا تعتبر هاي حاله مرضيه، واذا اكتشفنا انها حاله مرضيه شو العلاج؟ لا، حاله مرضيه كمرض يعمل تلعثم، مرض يعني عضوي قليل او يكاد لا يذكر، مش اذا كانت حاله نفسيه شعر. مثلا حاله نفسيه هي دي بقى المشكله الكبرى. ان بتبتدي الاول بيبقى في مرحله الانكار، يعني الاب والام بيبقى مذهولين ايه اللي حصل، في الولد كان ماشي كويس جدا وبعدين ابتدى يتلعثم في الكلام. فدي لازم نلفت نظر ليها جدا، انه في ضغط نفسي، حاجه بتبقى حاجه معروفه جدا اسبابها اسباب نفسيه، الولد فقد الثقه في نفسه، في مشكله اسريه، في خايف اتعرض لخلل نفسي، او هو اصلا ان جنرال في خلل في التواصل الاجتماعي العائلي او العادي، حصل مثلا سيبريشن، حصل خلاف ما بينه وبين مثلا بيته، او انتقل لمكان ثاني او مدرسه، او احساسه بالخوف، يعني كلها مشاكل نفسيه اكثر منها عضويه، فدي اللي بتبقى سهله ودي بتحتاج تدخل. زين دكتور، في بعض الحالات الشخص ما يكون عنده التلعثم في سن صغير او حتى في سن كبير، لكن يوم يعصب او يكون في مشاده كلاميه يبدا يتأتأ، يعني هل من الخوف من العصبيه؟ احسن له ما تعصبش. انت تأتأ عشان انا يوم اعصب اتأتأ. لا، يا دي برضه بقول حاجه كده، يعني مشكله نفسيه اكتر منها، يعني شوف انت تعصبت وخرجت عن شعورك، فبتبتدي الكلام بيبقى كومبالسيف، مو بمرتب بالكلام. يمكن يبغى يتكلم يقول اشياء كثيره فكلها دخلت في بعض، ما يقدرش يعبر. دي مش مشكله، دي كل ليها تفاوت شخصي، لكن نتكلم عن مشكله الطفل اللي هو مسكين كان بيكلم مره واحده لقى نفسه كده. ففي طريقه التعامل النفسيه مع الطفل لازم ناخد بالنا انه ده يعني غصب عنه بيتصرف كده، فما تبقاش انت تزعق له وتعرفه، لازم تشوف تلفت نظره ايه اللي حصل له، ايه السبب، كان ماشي كويس. فدي استشاره الدكتور تبقى احسن بكتير، ما تحاولش تنكرها، لانك لو انكرتها هتسيبه لو كبر ولقى مفهومه عن النطق ان ده الطبيعي بيجد صعوبه اكتر، يعني انت بتكتشفها 3 سنين 4 سنين غير 6 سنين 7 سنين 8 سنين، تختلف بالمراحل العمريه. صح. زين، في هالحاله اذا احنا اكتشفنا هاي الحاله عند الاطفال، شو الخطه وكيف نبدا نعالجهم؟
مش عارف ابتدي فين. لا عشان صرحت بالجو. لا مش كده، مش عارف ابدا السؤال من فين. احنا نبدا، احنا بنتكلم على ان هي حاجه عضويه من الاول. اول ما ابتدى الكلام لا نفسه كده، ودي بنسرع من اكتشافها واكتشاف المشكله العضويه اللي حصلت له. اما لو كان بديت تكتشف ان هو ابتدى يتراجع، كان بيتكلم كويس وابتدى يتراجع في قدراته الكلاميه او ابتدى يتلعثم، لازم تروح تشوف هو متلعثم بس ولا نشاطه في المدرسه شكله ايه. ابتدى يتوحد، ابتدى يرفض المدرسه، ابتدى بقى في مشكله نفسيه زي ما حضرتك بتقول 100%. دي علاجها سهل، لكن ما فيش حاجه يعني مثلا اللي بالحاجات اللي بنشوفها في كاطفال كتير قوي، لو ما تيجي تسال طب هو ده في نقص فيتامين، طب هو في عايز اعمل له تحليلات، الحاجات دي بتضايق. لا ما في، يعني ما فيش حاجه اسمها نقص فيتامين، ما فيش دواء هديهولك هيعالج التلعثم ده، ما فيش نقص في هرمونات. بس دكتور انت يعني كدكتور تعالج صعوبات النطق، كيف تقدرون تعالجون مثل هالحالات؟ هل في تكنيك معين انتم الدكاتره تسوونهم لهالنوعيه؟ هو احنا مش كدكاتره، احنا بنشخص وبنشوف ونتاكد ان هو مقياس السمع عنده كويس، ما عندوش خلل في توافق العضل العصبي، وان دي مشكله نفسية، وبنحاول نشرحها ونتقدم. لكن بقى نبتدي في العلاج. علاج سهل، سهل جدا. بنروح مركز من مراكز تعليم النطق عشان يعلمه مخارج الالفاظ عشان يبتدي يرجع معاه من اول تاني. اول حاجه يبتدي يديله ثقه في نفسه، ويبتدي اول ما يشوف هيبتدي يتكلم هيبتدي يتحرك، وبيستجيبه جدا. وبمجرد ما بترجع له الثقه بنفسه وبترجع له ان هو ابتدى ينطق معاك كلمه كلمتين وما زال موجود. الحاجات الثانيه اللي هي علاج النفس، طرق النفس، ودي بيبقى ليها اخصائيين مخصوصين وتاخد نتائج حلوه جدا في لكن لو حد كبير في العمر خلاص تجاوز هاي المراحل كلها وخلاص صارت هاي من طبيعة كلامه، هل لازم انه خلاص يتقبل هاي المشكلة ولا بعد في امل انه يتعالج؟ لا في امل جدا، دائما يكون في امل، لانه كله هيحتاجه، بس الكبير هيحتاجه تمارين التوافق العضل العصبي، وتمارين انه يتكلم ازاي من بطنه، ازاي ياخد نفسه اثناء الكلام. يعني هيقول مثلا جملة، قرر يقول جملة من 3-4 كلمات، هيسكت وتبتدي ياخد نفس طويل، وبعدين يبتدي يأسر نفسه. أهم شيء يمارس العلاج، يعني يمارس بشكل لازم مستمر يستشير. حتى لازم يستشير، حتى دلوقتي بالكبار باليوتيوب لو حب يستشير يعني سهل جدا. كل دكتور أنف وأذن بيبقى معاه علاج تخاطب او تعليم النطق او المراكز دي. دكتور نصيحه يعني منك للافراد اللي يعانون مثل هالحاله، وفي انهم يتقبلون مثلا هاي الحاله ونفس الوقت انهم يفكرون بالعلاج. كبير زي الأسر يعني زي ما الأستاذ بيسأل الأطفال علاج الكبار ولا علاج الأطفال؟ يعني بشكل عام للأفراد بشكل عام نركز أكثر على الكبار اللي هم يشوفون الحين. على الكبار يعني مش في مجالي، ولكن لازم أقول لك إنه هو لازم ياخذ ثقة في نفسه، وإن دي مشكلة سهلة جدا. يعني ما ييأس، يعني يقولش لا خلاص أنا لقيت نفسي كده وأنا كبير كده مش هعرف أحلها. للأطفال لا، الأطفال بيقيم كله كجملة، لازم يروح للدكتور الأول وبعدين يروح للمركز من مراكز العلاج دي، بيحصل تقييم ونشوف هو سنه قد ايه. والمفروض مثلا سن 4 سنين، 4 سنين ده المفروض يقول جمله متكامله بطلاقه. وبنسال قال الام الجمله المتكامله دي ايه اللي تراجع فيها، وبنشوف بالظبط ايه هو فين وهو فين، وعلاجه بيبقى سهل جدا جدا. مش بالعكس، هي بس المطلوب ان هو ما تنكرش وما تعرفش ان هو لازم تشوف مختص. يعني لازم تشوف مختص. بالفعل دكتور نفس ما ذكرت، يعني ان الواحد يزور مختص ويكون عنده امل يقيم حالته، هو اكيد الشيء اللي بيخليه يتعالج. ونحن في ختام هاي الفقره نشكرك الدكتور عماد محمد الشافعي، اخصائي اطفال حديثي الولاده في مستشفى NMC رويال في الشارجه، والمشرف الطبي كذلك لمركز الوداد لعلاج صعوبات النطق والتعلم. كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمه. شكرا استاذ. يا مرحبا.